هذا المعرض معرض الاستعادة لكثير من اللوحات الموجودة في متحف الفن التشكيلي في دمر، يندرج ضمن أيام الفن التشكيلي السورية. اليوم فقط لدينا 3 افتتاحات، لدينا في الأيام المقبلة ملتقيات فنية ومعارض في 3 جامعات. هي أنشطة تشمل كل أنحاء سوريا، نتمنى أن يكون الارتياد كبيراً، لأن الهدف من هذه المعارض وهذه الملتقيات هو نشر الذائقة البصرية. طبعاً نحن لا يمكن أن ننسى من أسس بالحركة التشكيلية السورية، دائماً نحن بذاكرتنا، ودائماً نحن هاي المعارض هي لإحياء الذاكرة لعند الناس، لحتى تقول شوف قديش كان في عنا فنانين وما ينتسوا. هذا المعرض هو تكريم للفنانين اللي أسسوا بالحركة التشكيلية السورية، ونحن دائما واجبنا أن نقدم تكريم ونقدم واجهة أو أساس الفن التشكيلي بسوريا للفنانين الشباب والجمهور السوري. بكن كل احترامي وتقديري لوزارة الثقافة إنه قدرت تساوي هالمتحف هذا وتجمع كل اللوحات ومحافظة عليهم ومعطيتهم أرقام ولكل فنان اسمه وتاريخ العمل اللي اقتنوا فيه. هي بادرة عم بتلاقيها قلائل بوطننا العربي. أنا درت الوطن العربي ودرت عدد كبير من العالم، ولحد الآن وصل إنتاجي من فوق تجاوز 3000 لوحة. الفن التشكيلي الآن هو فن ذاتي، لم يعد فقط مدارس. والفنان، أي فنان عندما يرسم بصدق فهو يعكس ذاته. الأمر ليس محصورا بأن هذا الفن الآن هو فن سوري، يمكن القول أنه فن إنساني عابر للآخر. الفن السوري بمعنى التصوير أو النحت لا يتجاوز عمره 100 سنة أو أكثر بقليل، ويمكن الحديث عن العشرينيات أو ما قبل ذلك، أو حتى ممكن الحديث عن نهاية 1881 أول لوحة موجودة بالمتحف الوطني لفنان لبناني، ويمكن قول فنان سوري.